فايق معايا النهارده. اول صاحب معايا صاحبنا مين؟ الثعلب. تعالوا كده نسمع، ركز في حرف الثاء، بنطقه بقول ازاي. ثعلب ثعلب. يا ميس، ده حرف الثاء جه عليه ايه؟ فتح، علشان كده فتح صوته، بقى صوته ثاء ثاء ثاء. طيب يلا بينا نكتب حرف الثاء. سنه صغنطوطه، امشي، خليها تفرد ايديها وعندها ايه؟ تلات نقط. اتفقنا؟ نحط لها بقول ايه؟ ثعلب فاء فاء فاء. جت عليها يا ميس ايه؟ الفتحه. برافو عليكم. تعالوا نشوف الصوره اللي بعد كده. معايا صوره ايه؟ دي صوره ايه؟ ثياب. ركز كده في حرف الثاء. ثياب ثياب. ايوه يا ميس، دي جت عليها ايه؟ الكسره. حرف الثاء بقى صوته في في ثياب. سنه صغنطوطه، امشي، وعندها ثلاث نقط، وحط لها الكسره. اتفقنا ان الكسره بتيجي منين؟ من تحت الحرف. برافو عليكم. طيب الصوره اللي بعد كده معايا صوره ايه؟ صوره ثعبان. صوره ايه؟ ثعبان. شوف كده حرف الثاء ده عليه ايه؟ ثعبان. ضميت بقي، يبقى حرف الثاء ده عليه ضمه. حرف الثاء ده عليه ضمه، بقى صوته ثو، بقى صوته ثو ثو ثو. ثعبان. برافو عليكم يا كيجي. طيب بعد حرف الثاء مين بيجي؟ حرف الجيم. فاكرين حرف الجيم يا كيجي؟ يا ميس، ده كان بيتكتب ازاي؟ شرطه نايمه صغيره فوق السطح، ارجع وانزل بكرش كبير. والنقطه، اوعى تنسى النقطه. النقطه كانت فين؟ النقطه كانت في بطنها. برافو عليكم. طيب حرف الجيم، تعالى نفتكر كده، كان عنده كام صوت؟ كان عنده صوتين، جه جه جه، جه جه جه. افتكرتوا معايا؟ جه جه جه، جه جه جه. طيب تعالوا النهارده نشوف مين اصحاب حرف الجيم اللي جايه معانا. اول صاحب معايا صاحبنا مين؟ الجمل. بقول ايه؟ جمل. جا جا جمل. سمعت يا ميس حرف الجيم وهو مفتوح، يعني جه فوق راسه الفتحه. جا جا جمل. يبقى يا ميس حرف الجيم جه فوق راسه ايه؟ الفتحه. طيب تعالوا نشوف حرف الجيم هيعمل ايه لما هيجي يمسك في اصحابه. هيكتب كده زي ما هو واقف؟ لا يا ميس. قال يا ميس ايه؟ انا بسيب الكرش بتاعي وبعمل ايه؟ بفرد ايديا. يعني هيكتب ازاي؟ شرطه نايمه انزلها لغايه السطر، وبعدين افرد ايديها على السطر. طيب تعالوا كده نفتكر، هي النقطه كانت تحت السطر ولا فوق السطر يا كيجي؟ لا يا ميس، دي كانت تحت السطر. يبقى نقطه الجيم هتنزل تحت السطر. طيب احنا اتفقنا كلمه جمل جا جا جا. يا ميس اتفقنا ان هي فوق راسها ايه؟ الفتحه. طيب تعالوا نشوف مين صاحبنا التاني. صورة ايه دي يا كيجي؟ صورة جسم. صورة ايه؟ جسم. ركز كده في حرف الجيم. جسم جسم. يا ميس، ده انا سمعت حرف الجيم وهو ايه؟ مكسور. يبقى جا من تحته الكسرة. جا من تحته ايه؟ الكسرة. يبقى جي جي جسم. جي جي جسم. برافو عليكم. طيب نشوف مين صاحبنا التالت. صورة ايه دي؟ جبن. صورة ايه؟ جبن. ركز كده، جو جو جبن. يا ميس، ده انا ضميت ايه؟ بقي. يبقى حرف الجيم جه فوق راسه ايه؟ الضمه. حرف الجيم، شرطه نايمه، انزل لغايه اول السطر، امشي، خليها تفرد ايديها. واتفقنا ان النقطه بتاعت حرف الجيم من تحت، وقلنا هحط لها ايه؟ الضمه. بقى صوته جو 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 جبن. برافو عليكم. طيب نشوف بعد حرف الجيم، عندي حرف ايه؟ حرف الحاء. برضو حرف الحاء بيتكتب شبه حرف الجيم بالظبط. شرطة نايمة، ارجع وانزل بكرش كبير. بس حرف الحاء معندوش ايه؟ معندوش ولا نقطة. يلا بينا نشوف مين اصحابه اللي جاية معانا. اول صاحب معايا صاحبنا مين؟ حمامة. ركز كده، حمامة. حاء حاء حاء. سمعت صوت حرف الحاء وهو عليه ايه؟ فتحة. برافو عليكم. هيكتب ازاي وهو بيمسك ايد اصحابه؟ شرطة نايمة لغاية اول السطر، وايه؟ وافرد ايديها على السطر. عندها نقطة؟ لا 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 لا. طيب حمامة حاء حاء. اتفقنا ان هي جت فوق راسها
انفتحة ح ح حمامة. بعد كده عندي صاحبنا التاني مين؟ صورة ايدي حذاء. تاني كده حذاء. ركز كده، سمعنا صوت حرف الحاء عامل ايه؟ ايوه قميص ده مكسور، ح ح حذاء. ايوه ده عليه ايه؟ الكسرة. شرطانينا، امشي امشي امشي، خلي تفرد ايديها واحط لها ايه؟ الكسرة دايما بتيجي من تحت. بعد كده عندي صاحبنا مين؟ صاحبنا الحوت. حوت، ركز كده تيجي حوت 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 حوت. اه يا ميس ده ضميت بقي، يبقى حرف الحاء ينفض راسه الضمه. برافو عليكم. حوت حوت حوت، نحط الضمه حوت حوت حوت. اخر ما الحرف معايا النهارده حرف الايه؟ حرف الخاء. حرف الخاء. طيب حرف الخاء برضو اتفقنا ان هو بيتكتب شبه بقيه اصحابه. شرطه نايمه، ارجع ارجع ارجع، انزل بكرش كبير. وبعدين اوعى تنسى النقطه بتاعت الخاء فين؟ فوق راسه. برافو عليكم. طيب اول صاحب من اصحابنا حرف الخاء مين؟ خروف. اه ركز كده، صوت حرف الخاء بقى ايه؟ خروف. خاء. اه يا ميس ده ايوه انا سمعت صوت حرف الخاء وهو ايه؟ مفتوح، ده عليه ايه؟ الفتحه. طيب هيكتب ازاي هو يمسك ايد اصحابه؟ شرطه نايمة اول السطر، امشي امشي امشي، خليها تفرد ايديها على السطر. طب النقطة بتاعت الخاء هتيجي فين؟ هي كانت تحت السطر هي تيجي ولا فوق السطر؟ ايوه يا ميس ده حرف الخاء النقطة فوق السطر. يبقى حرف الخاء النقطة بتاعته هتيجي منين؟ من فوق السطر. برافو. طيب احنا قلنا ايه؟ خروف. اه كانت فوق راسها الفتحة. بعد كده عندي حرف سوري مين؟ خيار. اه خيار خيار. حرف الخاء ده تحته ايه؟ الكسرة، عشان سمعت صوته خي خي خي. خيار خي خي خي. حرف الخاء هيتكتب اهو النقطة من فوق، اوعوا تنسوا، وهحط من تحتي الكسرة خي خي خيار. برافو عليكم. بعد كده عندي سورة مين؟ خبز. كلنا بناكل الخبز. خبز خو خو خو. سمعت صوت حرف الخاء وهو ايه؟ مضموم، خو خو خو. يبقى جت فوق راسه الضمه. شرطه نايمه اول السطر، خليها تفرد ايديها على السطر واحط النقطه من فوق واحط فوق راسها ايه؟ الضمه، عشان كده تبقى صوتها خو خو خبز خو خو خبز. كده نكون رجعنا على حرف الثاء وعرفنا صوته بالفتحة فاء، فعلى حرف الثاء هو على كسرة تي في ما الثياب. حرف الثاء هو على ضمة ثو ثعبان. حرف الجيم هو على فتحة جا جمل. حرف الجيم على كسرة جي جسم. حرف الجيم على ضمة بو جبن. حرف الحاء هو على فتحة حاء حمامة. حرف الحاء وعليه كسرة حي حذاء. حرف الحاء وعليه الضمة حو حو. حرف الخاء وعليه فتحة خا خروف. حرف الخاء وعليه كسرة خي خيار. حرف الخاء وعليه الضمة خو خبز. باي باي.